طيب دلوقتي عايزين نتكلم على ايه الفرق بين الباراجراف والايساي. الباراجراف والايساي او الايساي، تمام، هو عبارة عن مقال. المقال بيتكون من عدة باراجرافات. اوكي، طبعا انت المطلوب تكتبه هو ايساي مش باراجراف. اوكي، يعني وصف كلمة باراجراف اصلا علميا غير دقيق، لان الباراجراف هو عبارة عن قطع صغيرة بتتكون من 7 سطور، 8 سطور، 10 سطور. المقال بيبقى فيه عدة باراجرافات. طبعا انت مش هيبقى مطلوب منك في ثانوية عامة انك تكتب 10 سطور وهنسمي دي اسي مقال. طبعا انت مطلوب منك اسي، بس طبعا هما بيقولوا باراجراف، فانت خلي بالك من النقطة دي. انا هتكلم معاك بالطريقة المظبوطة، ان المفروض نكتب اسي. اسي اللي هو مقال، تمام. المقال ده عبارة عن عدة باراجرافات. الباراجراف الأول هو عبارة عن باراجراف مقدمة في الفكرة الرئيسية. الباراجراف الثاني عبارة عن فكرة فرعية بتتناقش عليها مع إعطاء أمثلة وتوضيح الفكرة دي. خلاص، ادي examples كتير، أمثلة كتير. الباراجراف الثاني هتناقش فكرة فرعية تانية، هتدي تدي فيها examples وأمثلة برضو بتفصيل شديد. باراجراف الثالث هتدي فكرة ثالثة بأمثلة وبشرح مفصل، تمام كده. الباراجراف مثلا الرابع والأخير، وليكن المقال بتاعنا هيبقى 4 باراجراف، باراجراف مقدمة كويس، وباراجرافين في النص بيعرضوا فكرتين، ممكن تخليهم 3، ممكن تخليهم 4، والباراجراف الأخير بيبقى باراجراف الخاتمة، وده بيبقى باراجراف بنعمل فيه سمري أو ملخص للفكرة كلها. لو مطلوب مني ان انا اكتب رأيي، بكتب رأيي في اخر الايه باراجراف. خلاص كده، معايا ولا مش معايا؟ تمام، يبقى ده الشكل اللي انت لازم تكتب بيه الباراجراف. خلاص كده. طبعا بيفصل بين كل باراجراف وباراجراف سطر، بما انك باراجراف المقدمة تسيب سطر، باراجراف الفكرة الفرعية الاولى خلصه تسيب سطر، الفكرة الفرعية التانية تخلصه تسيب سطر، في تالتة في رابعة مفيش، يبقى الايه باراجراف الخاتمة ده بيبقى آخر حاجة. طبعا راعي البانكتويشنز أو علامات الترقيم، آخر كل جملة نقطة، آخر كل سؤال علامة استفهام. لو بتتعجب من حاجة لازم تكتب علامة تعجب. خلاص كده، تمام. لو بتسرد مجموعة ايتمز، مجموعة أشياء، خلاص افصل ما بينها بالكومة لحد قبل آخر حاجة، قول اند، تمام كده. لو جبت كوت، كوت يعني ايه؟ يعني حكمة، حاجة بتاعت حد قالها، حطها ما بين اللي هما القوسين بتوع الكلام. خلاص كده، اللي هما الكوتيشن ماركس، تمام. ده كله في البنكتويشن لازم يتعمل. خلاص كده، حاول تخلي طبعا اسماء البلاد والشوارع والمدن والمناطق، اوكي، اسماء الكتب الشهيرة، المجلات، الصحف، خلاص، البحار، الانهار، خلاص، اول كل جملة، تمام. كل ده لازم يكون كابيتال، كل ده لازم يكون اول حرف فيه كابيتال. خلاص كده، تمام. نسق الباراجراف، خلي شكله ظريف، تجنب ان انت تعرض فكرة مرتين، او تلاقي الجملة الاولانية زي الجملة التانية، ما انت ما عملتش حاجة، ما انت عمال تكتب وخلاص، تمام. بص للباراجراف بعد ما تكتبه نظرة تحليلية، هل الحاجات اللي انا قلت عليها دي موجودة ولا مش موجودة. طيب، في حاجة كمان ناس كتير بتغفل عنها، خلاص، ان انت لو مطلوب منك باراجراف تتكلم فيه عن advantages و disadvantages، يعني مميزات والعيوب، خلاص، لازم تعمل في الاسي، في المقال، باراجراف بيتكلم عن المميزات، او ممكن تعمل 2 بيتكلموا عن المميزات واثنين بيتكلموا عن العيوب، ولازم تقول انت رايك في الاخر، انت شايف ايه؟ الحاجه دي مميزاتها اكتر ولا عيوبها اكتر؟ خلاص؟ برضو في الباراجراف الاخير في الاساي في المقال، تمام؟ ايه تاني مطلوب منك تعمله؟ ناس كتير قوي ما بتعرفش تكتب الروابط. يا جماعه انت لو حطيت الروابط هتلاقي الباراجراف بيزيد معاك. خلاص؟ لما تيجي بتتكلم على فكرة معينة وبتشرح لها أدلة أو أمثلة، ما تديش الإكزامبل الأول وتقوم عامل نقطة وكاتب الإكزامبل التاني، لأ، في عندك موديفايرز، روابط، خلاص، في عندك مثلا بروناونز، ضماير، في عندك حاجات كتير قوي.
خلاص. مثلا خلصت الفكره الاولانيه يقول ماشي، in addition to this، بالاضافه الى ذلك. خلصت الفكره الثانيه قول moreover، وعلاوه على ذلك. خلاص تمام ماشي. خلصت كلمه الفكره الثانيه، خش على الفكره الثالثه، خش على الفكره الرابعه، اعمل بقى، هات بقى الادوات اللي هي بتضيف، ماشي، اللي هي add to that، بالاضافه الى ذلك، in addition to، بالاضافه الى، خلاص ماشي. لو في عندك الادوات اللي هي بتفيد التناقض، لما تخلص الباراجراف بتاع المميزات وعايز تدخل في العيوب، خش بقى على كلمه but، تمام، ولكن، on the other hand، من الناحيه الاخرى، يبقى on one hand من ناحيه، بس on the other hand من الناحيه الاخرى. يبقى الكلام ده كله لازم تتعلمه، روابط which who when، خلاص، روابط اللي في النص، تمام، الضمائر them there، ما تغلطش بين ضمائر الملكيه وضمائر الفاعل وضمائر المفعول، اوكي تمام، تكتب كل الضمائر مظبوطه كويس. في الاخر وانت بتنهي، في كلمات بتضيفها في اخر باراجراف خالص، باراجراف النهايه، زي مثلا finally، يعني في النهايه، to conclude، لكي الخص، to summarize، لكي الخص، تمام كده تمام. يبقى الحاجات دي كلها بتلاقيها بتزود الباراجراف، بتزود الباراجرافات معاك، وبالتالي بتزود الإيساي نفسه في طول الكلمات. خلاص كده ماشي يا جماعه، اتعلم ان انت تعمل الحاجات دي كلها وتكتب باراجراف، وان شاء الله اي استفسار انا تحت امركم، تابعوني في القناه بتاعتي على انجلش اكسبرت على اليوتيوب، وعلى صفحتنا في الفيسبوك، اوكي، انجلش اكسبرتس 8 الجروب، وطبعا هتلاقوا لينك بتاع اليوتيوب واللينك بتاع الصفحه تحت الفيديو ده. وكالعاده اذا عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه بتاعتنا، علشان يوصل لكم كل جديد في مجال اللغه الانجليزيه، تمام. وان شاء الله اشوفكم في حلقه تانية من انجلش اكسبرت 8.